في الفيديو ده هنتكلم عن توزيعة لينوكس اسمها ديبن، مبنية على ديبيان ويعني يعتبر من عائلة أوبونتو. والمميز في التوزيعة دي ان هي بتوفر لك نظام تشغيل جميل وسهل وسريع وتقدر تعتمد عليه. خليكم معايا بعد الفاصل هنتعلم سوا ازاي نحمل التوزيعة دي ونثبتها جنب نظام ويندوز بالتفصيل للمبتدئين، وكمان هنستعرض نقاط القوة للتوزيعة دي وشكلها الجمالي. يلا بينا. قبل كده التوزيع دي مبنية على ديبيان، يعني تعتبر زي أوبونتو بالظبط، لكن بتتفوق على أوبونتو من ناحية سهولة التثبيت ومن الناحية الجمالية، وكمان سريعة وخفيفة ويعتمد عليها، وكمان بتستخدم نفس نظام إدارة الحزم بتاع أوبونتو وديبيان، وده اللي بيضمن دعم كبير جدا للتوزيع من ناحية البرامج والتحديثات. قبل ما نبدأ شرح تثبيت واستخدام التوزيع لازم تتأكد من حاجتين اتنين. أول حاجة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر جرس التنبيه للكل علشان يوصلك كل جديد. تاني حاجة علشان تستخدم توزيع ديبن لازم تتأكد من ان جهازك متوافق مع متطلبات التشغيل اللي هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشة، وكمان هتحتاج فلاشة USB يكون حجمها 4 جيجا او اكبر علشان نثبت من خلالها التوزيع. طبعا اي برنامج او ملف معانا في الفيديو النهاردة هتلاقوا رابط التحميل بتاعه في الديسكريبشن. كمان هنحتاج ناخد مساحة 30 جيجا او اكتر من 20 جيجا من اي بارتيشن عشان نثبت عليها التوزيع، وهنعمل ده باستخدام برنامج اسمه ميني تول بارتيشن ويزرد، هتلاقوا برضو لينك التحميل بتاعه في الديسكريبشن. اول حاجة هنعملها او هنحتاجها هي اللي احنا نحرق التوزيع على فلاش عشان نقدر نسطبها بطريقة سهلة. طيب علشان نعمل كده في طريقتين، الطريقة الاولى من خلال برنامج روفوس، بتحتاج توصل فلاشة اكبر من 4 جيجا او تكون 4 جيجا فيما فوق. انا هستخدم فلاشتي 32، وبعد كده هتدوس هنا على سيلكت وهتختار الفايل بتاع التوزيع، وبعد كده تدوس على ستارت، بعد كده بتدوس على يس بعد كده بتضغط على اوكي. عملية حرق التوزيع على الفلاشة بتاخد يعني ممكن دقيقتين او 3 دقايق على حسب سرعة الفلاشة بتاعتك على حسب سرعة اليوس بي، بس بمجرد ما بتسمع صوت الرسالة دي كده التوزيع جاهز على الفلاش. اما الطريقة التانية تقدر تستخدم برنامج البوت ميكر الرسمي من موقع التوزيع، والطريقة بتاعته سهلة جدا. انت بتفتح البرنامج بيكون بالشكل ده، بتضغط هنا عشان تختار الفايل الايزو، تختار الفايل الايزو كده زي ما انت شايف، بعد كده بتضغط اوبن، بعد كده بتدوس على نيكست، بتختار الفلاشة بتاعتك، تحط على علامة صح، تأكد ان انت يعني علمت عليها بشكل سليم، وبعد كده علم اللي انت هتعمل هنا فورمات، وبعد كده ستارت ميكينج.
عملية النسخ دي او عملية حرق التوزيع على الفلاشة زي ما قلت لكم بتاخد من دقيقة لاتنين على حسب سرعة اليو اس بي وسرعة الفلاشة اللي انت بتستخدمها. كده تمام، تم حرق التوزيع على الفلاشة. بعد كده بتضغط على دن. في نقطة زيادة كمان، لو انت عايز تحط على الفلاشة اكتر من نظام تشغيل من بينهم التوزيع دي وتوزيعات لينوكس تانية وكذا نظام ويندوز، ممكن تستخدم برنامج فينتوي، كنت شرحته قبل كده، هتلاقي لينك الفيديو في حرف الاي اللي بيطلع فوق ده. علشان نعمل كده نستخدم برنامج اسمه ميني تول بارتيشن ويزر. تثبيت البرنامج سهل جدا، خطوات التثبيت زي اي برنامج طبيعي، ما فيهاش حاجه صعبه. بعد كده بتتاكد من وجود علامه صح دي، وبعد كده بتضغط على فينش عشان تفتح البرنامج. دي واجهه البرنامج، وبرنامج سهل وبسيط جدا. زي ما انتم شايفين كده انا عندي 2 ديسك هاردين، تمام، هارد واحد 500 جيجا والتاني 120 اللي على السيستم. هو المفروض هناخد 30 جيجا من اي درايف هنا من الهارد ده، يعني الهارد رقم 2 ده لو في اكتر من درايف هتشوف درايف يكون فيه فاضي فيه مساحه علشان ناخد منه 30 جيجا. زي ما انت شايف كده دي بتبقى الكباستي او المساحة الكلية للدرايف، وده اليوزد المساحة المشغولة او الملفات، ودي الانيوزد اللي هي المساحة الشاغرة او المساحة اللي احنا هناخد منها 30 جيجا. طيب علشان نعمل كده بنضغط رايت كليك على اي درايف، وبعد كده بنختار موف ريسايز. بعد كده بنيجي نحرك من الاخر من هنا كده ونقص 30 جيجا زي ما انت شايف تحت كده، دي المساحة اللي هي احنا هنقصها، تظبطها على 30 جيجا مثلا زي ما تحب، او ممكن اكتر او ممكن اقل. بعد كده بتضغط على اوكي. بعد كده زي ما انت شايف هيتعمل درايف جديد unallocated، ويستحسن تسيبه unallocated يعني مش معمول له فورمات، ومساحته 30 جيجا زي ما انت شايف كده. وعلشان نطبق ال 30 جيجا دول نخليهم درايف فعلي موجود، هنضغط على apply هنا، وبعد كده بتضغط على yes. وكده يعني ايه كده احنا خدنا 30 جيجا زي ما انتم شايفين، هنا بقى في درايف هنا 30 جيجا، ده اللي احنا هنستخدمه في اللي احنا نثبت عليه التوزيع. بعد ما تجهز المساحه اللي هنثبت عليها التوزيع وتكون الفلاشه جاهزه ومحروق عليها التوزيع، كل ما عليك هو انك هتوصل الفلاشه في جهاز الكمبيوتر وتعمل ريستارت، وبعدين تعمل بوت من اليو اس بي علشان نبدا نثبت التوزيع. بعد ما الجهاز بيعمل بوت من اليو اس بي بتظهر لك البوت منيو زي ما انت شايف كده، بتختار بالاسهم اول اختيار اللي هو انستول ديبيان 20، بتستنى شويه على ما ملفات التوزيع تتحمل بين الفلاشه وبين الرام. طبعا السيت اب بتاع التوزيع ده ابسط سيت اب بتاع توزيع لينكس انا قابلته في حياتي، بسيط جدا وسهل وجميل. طبعا هو للاسف ما فيش لغه تانية متوفره للسيت اب غير اللغه الانجليزيه، طبعا في اللغه الفرنسيه. طيب انا هختار اللغه الانجليزيه، وبعد كده احط علامتين صح هنا، وبعد كده اضغط على نيكست. وبعد كده هنيجي للمرحله بتاعه كرييت بارتيشن، ده هنختار فيه بارتيشن اللي احنا هنسطب عليه التوزيع. طبعا بلاش نختار فول ديسك، فول ديسك ده يعني هتختار انت عندك لينوكس مثلا بيقرا الهارد، زي ما انا قلت لكم عندي هاردين اللي هو الاس دي اي والاس دي بي، لو في هارد ثالث بيبقى اس دي بي سي واي وهكذا بالنسبه للحروف الابجديه او الترتيب الابجدي. طبعا احنا هنروح للاختيار ادفانسد عشان نختار ال 30 جيجا اللي احنا حددناهم. هتلاقي زي ما انت شايف كده الهارد الاولاني الاس دي اي ده اللي عليه نظام ويندوز زي ما انت شايف، والاس دي بي اللي هو الهارد الثاني في المساحه بتاعته هو اللي هو الدرايف بتاع الداتا، تمام، وده الفري سبيس اللي احنا عملناه اللي انا قلت لكم بلاش نفرمطه ونخليه زي ما هو انا لوكيتد علشان يتقرا هنا فري سبيس، وده حجمه احنا كنا عاملينه تقريبا 30 جيجا وشويه، هو مقروء يعني 31 جيجا. هنيجي نختار الدرايف ده، وبعد كده نضغط على العلامه بتاعت الزائد دي، تمام، وبعد كده هنسيب الاختيارات دي زي ما هي. طيب برايمري بارتيشن واللوكيشن ستارت والفايل سيستم منصوح طبعا ان احنا نخليه اكس تي 4، والماونت بوينت دي هنخليها للروت، تمام، اللي هو المجلد بتاع النظام الاساسي. لو انت هتستخدم التوزيع دي على جهاز كمبيوتر الرام بتاعه اقل من 2 جيجا او 4 جيجا ممكن تعمل حسابك في السواب، يعني ممكن نقلل المساحه بتاعت المساحه اللي هتسطب عليها السيستم مثلا بالشكل ده، وبعد كده نعمل كرييت، وهنلاقي ان فاضل 4 جيجا فري سبيس، برضو نعمل لهم كرييت تاني مره ونختار المره ديت ونختار الفايل سيستم بدل اي اكس تي 4 نخليه سواب بارتيشن، بعد كده نضغط على كرييت. اصبح ان احنا قسمنا ال 30 جيجا دول، في هنا طبعا مكتوب انستول هير اللي هو الفايل البارتيشن الفايل سيستم بتاعه اي اكس تي 4 ده اللي هيتم تثبيت التوزيع عليه، والبارتيشن سواب ده مش ضروري ان انت تعمله لو انت هتستخدم التوزيع دي على يعني جهاز الرام بتاعه اكتر من 4 جيجا. طيب هنختار
هتختار زي ما احنا قلنا هنا هيتم انستول هير دي، هيتم تثبيت التوزيع هنا وده السواب، وبعد كده هنضغط على نيكست. ده هنا بيسالك بيقول لك ريدي تو انستول، اللي انت عملت الاثنين بارتيشن دول، واحد للسيستم واحد للسواب، وبعد كده تدوس على كونتينيو. وطبعا دي العمليه بتاعه تثبيت النظام زي ما انت شايف، في مؤشر هنا وفي سيك بار تحت بيعد لحد 100%، ده التثبيت بتاع التوزيع. ولو انت حابب تشوف اللوج بتضغط على شو لوج هنا زي ما انت شايف، لكن طبعا دي يعني معلومات احنا كمبتدئين مش محتاجينها في الوقت الحالي، فهنرجع تاني نعمل هايد لوج ونستنى يعني عملية تثبيت او عملية الانستولينج بتاعت التوزيع، واللي هي بدورها بتاخد مثلا اقل من 5 أو 6 دقايق. كده سكسسفولي انستولد، يعني تم التثبيت بنجاح. تعمل هنا ريبوت ناو، بس قبل ما تعمل ريبوت ناو وتعمل ريستارت للجهاز بتشيل الفلاشة من الجهاز الاول، وبعد كده بتدوس على ريبوت ناو. اول لما الجهاز بيفتح بيخيرك طبعا بين اللي انت تدخل على ديبن، توزيع ديبن، وبين اللي انت تدخل على ويندوز 10. زي ما انتم شايفين ويندوز 10 نوت اللي كان موجود على الاس دي اي، تمام، اللي هو الهارد الاولاني. لو احتجت اللي انت يعني تروح لويندوز بالاسهم كده بتختار ويندوز وبتدوس انتر، بس احنا طبعا هندخل على ديبن، هنختار ديبن وندوس انتر. اول مره تفتح السيستم طبعا بيجيب لك اللي انت بتعمل سيت كيبورد لاي اوت. طبعا هي اللغه الانجليزيه بتكون موجوده بشكل افتراضي، انا هختار اللغه الانجليزيه، وبعد كده هضيف العربي في الكيبورد، وبعد كده اضغط على نيكست. هنختار التوقيت بتاع النظام او سيلكت تايم زون، انا هختار طبعا مصر. ولو حابب ان انت تغير الوقت بشكل يدوي فبتختار تشينج تايم هنا وبتحط الوقت زي ما انت حابب، لكن انا طبعا يعني هختار التايم زون الافتراضي بتاع القاهره. بعد كده هتضغط على نيكست. كرييت اكونت، ده انت بتعمل اكونت الاساسي للتوزيع. في البدايه بتختار صوره لليوزر، انا هختار مثلا صوره القطه دي، وبعد كده بتكتب اليوزر نيم بتاعك هنا، انا مثلا هكتب غراب، والكمبيوتر نيم هيكون غراب بي سي. انت ممكن طبعا تقدر تغيره يعني تمسح كلمه بي سي دي او تكتب اسمك، لكن انا بفضل اللي هو يعني يكون اسمه غراب بي سي مثلا، او اليوزر نيم بتاعك داش بي سي. بعد كده بتحط الباسورد. الباسورد ده يعني يخليك فاكره قدر الامكان، لان الباسورد ده اللي انت هتستخدمه في كل حاجه لما تيجي تسطب برامج او تيجي تعمل اي حاجه في السيستم. وهيسالك على الكريدنشال او بيانات الدخول بتاعه اليوزر، فلازم تكون عارف البيانات بتاعه اليوزر. بعد كده بتضغط على نيكست. هنا بتختار الاتصال بالانترنت او من خلال الواي فاي لو جهازك فيه واي فاي. بعد كده بتضغط على نيكست، بتستنى دقيقه كده على ما يتعمل تيوننج السيستم، وده طبعا لاول مره فقط. زي ما انتم شايفين كده السيستم بقى جاهز، ده اليوزر نيم بتاعك او اليوزر نيم اللي احنا اخترناه بيظهر هنا، والصوره بتاعه اليوزر، بتكتب الباسورد اللي انا قلت لكم خليكم فاكرينه. بعد كده بتدوس على انتر. اول مره السيستم بيفتح معاك، بتظهر معاك الويندو الافتتاحيه دي، فيها فيديو تعريفي عن التوزيع، بيخيرك ان انت تختار ديسكتوب مود ما بين الفيشن مود والافيشنت مود. الافيشنت مود طبعا بيكون اخف وبيديك اداء يعني اقوى، تمام. الفيشن مود ده اللي هو يعني في افكتات وفي الشكل جمالي اكتر، فانا هختار الفيشن مود، وبعد كده اضغط على نيكست. وبعد كده هيسالك عن راننج مود. طبعا في اختيارين، الافكت مود اللي هو بيبقى فيه تاثيرات وكده وجرافيكس، والنورمال مود ده اللي هو الخفيف، فانا طبعا هختار اللي هو الافكت مود. بعد كده اضغط على نيكست. بعد كده بتختار الايكون سيم، زي ما انتم شايفين يعني مجموعه ايكونات بتختلف من ناحيه الالوان والطريقه وكده، لكن يعني ايه البلوم ده او الافتراضي ده كويس جدا، وبرده بلوم كلاسيك دارك ده كويس. زي ما انتم شايفين كل ما بتختار ايكون باك او ايكون سيم الايقونات اللي تحت هنا بتتغير. وبعد كده بعد ما بتختار كل اللي انت عايزه بتضغط على دن، وكده السيستم بقى جاهز قدامك زي ما انت شايف. اول حاجه نتعرف على البار اللي تحت ده او التاسك بار اللي تحت. اول حاجه هنا اللانشر، لما بنضغط عليها دي القائمه بتاعت البرامج المدمجه في السيستم. زي ما انتم شايفين ممكن تضغط على اول كاتيجوريز كده، هتجيب هيصنف البرامج اللي جايه التوزيع بيها افتراضيا. طبعا التوزيع جايه بمجموعه برامج افتراضيه كويسه جدا، زي برامج الانترنت مثلا متصفح فايرفوكس وثاندر بيرد، ده بديل مايكروسوفت اوتلوك، وفي طبعا مشغل موسيقى كويس جدا، وبالنسبه للفيديو في مشغل فيديوهات كويس جدا، وفي سكرين كابشر كمان، وطبعا المجموعه بتاعت الليبر اوفيس اللي معروفه البديله لمايكروسوفت اوفيس، وبرامج ثانيه كتير. علشان تتصفح الملفات الموجوده على الهارد ديسك بتضغط على الفايل مانجر كده زي ما انت شايف. ده الفايل مانجر، دي الفايلات اللي على الديسكتوب، ودي الدوكيومنتس والبيكتشرز والداونلودز والكلام ده، تمام. وده الفايل ده الدرايف، سيستم درايف 26 جيجا و8 من 10 اللي هو الاي اكس تي 4، نظام الملفات بتاعه الفايل سيستم بتاعه اي اكس تي 4. وده الهارد ال 120 اللي هو نظام الملفات بتاعه ان تي اف اس بتاع الويندوز، وده السي دي روم، وده باقي الهارد الثاني. طيب انت تقدر تتصفح الهارد اللي هو ال 120 اهو اللي على السيستم على الملفات بتاعت ويندوز،
ممكن تروح للهارد التاني اللي هو الـ500، دي الملفات اللي عليه. في الاب ستور بتاع التوزيع طبعا في كمية برامج رهيبة جدا مخصصة للتوزيع، مصنفة طبعا زي ما انتم شايفين كده تصنيفات. لو جبنا مثلا برامج الانترنت لا فيها متصفحات الانترنت، فايرفوكس وجوجل كروم وحاجات كتير، واوبرا وتيم فيور، ومعظم البرامج اللي هي بتاعت نظام ويندوز هتلاقيها موجودة ومتوفرة. ده بالنسبة للبرامج اللي هي مالتي بلاتفورم اللي بتشتغل على اكتر من نظام تشغيل. طبعا اي برنامج انت حابب تعمل له انستول بتقف عليه مثلا كده وتضغط على انستول، غير اللي انت تقدر تحمل للسيستم برامج من مصادر خارجية تانية بكل سهولة. هنا ده مستعرض الصور او برنامج عرض الصور، وده الميوزك بلاير جميل جدا، وده الكالندر او الوقت والتاريخ واعداداته، دي الكنترول سنتر او الكنترول بانل بتاعه التوزيع. زي ما انتم شايفين كنترول بانل جميله جدا، تقدر توصل من خلالها لاي حاجه لها علاقه بالسيستم، وتقدر تعمل ابديتس. طبعا ابديتس التوزيعات لينوكس هي مجانيه بالكامل. السيستم انفو زي ما انتم شايفين دي معلومات الجهاز بتاعي. طبعا التوزيع ده انا استخدمتها على جهاز رام 2 جيجا قبل كده، جهاز لابتوب، وكان الاداء بتاعها تحفة جدا مع اختيار الافكتات والمود اللي هو بتاع الافكتات وبتاع الجرافيكس الكتير. تمام، في هنا اعدادات عامة، تقدر طبعا تلف في الاعدادات ديت زي ما انت حابب، وتعدل البوت منيو، وتعمل كل حاجة في السيستم انت تتخيلها تقدر تعملها من خلال الكنترول سنتر ده. كمان عندك هنا الاعدادات بتاعت الكيبورد دي، تقدر ان انت تختار كيبورد لاي اوت علشان تضيف اللغة العربية. طبعا هنا مفيش الا اللغة الانجليزية، هتضغط على زر اد، هنختار عربيك وبعد كده ندوس على اد. عندك الايقونة دي، ده الفوليوم كنترول، بتضغط عليها كده تقدر ان انت تعلي وتوطي الصوت. عندك دي اعدادات النتورك، طبعا انا داخل نتورك من خلال السلك، فهتلاقي حاجه اسمها وايرد نتورك، او ممكن تلاقي كمان الواي فاي لو جهازك فيه واي فاي. لو انت حابب تعمل اي حاجه في الاعدادات بتضغط رايت كليك عليها، وبعد كده بتختار نتورك سيتنجز، بتفتح معاك زي ما انت شايف كده، بتقدر تتحكم في الكونكشن بتاعك اللي هو المفروض اللي هو ده. لما بتيجي تضغط على السهم ده كده بتدخل على الاعدادات بتاعتك، لو انت حابب ان انت مثلا تحط اي بي فيرجن 4 او اي بي فيرجن 6. هنا بقى نوتيفيكيشن سنتر، ده رائع جدا وجميل زي ما انت شايف كده، بيكون شكله لطيف. لو انت عايز تمسح النوتيفيكيشنز اللي هي موجوده ديت بتدوس على الايقونه ديت، وبيتم مسح النوتيفيكيشنز. واي حاجه بتحصل في السيستم، او لما يجي لك رساله جديده، او اي حاجه طالبه ان هي تعمل ابديت او كده، بيجي لك المفروض نوتيفيكيشن هنا. ده طبعا الوقت والتاريخ، تقدر تدوس رايت كليك وتجيب التايم سيتنجز لو انت عايز يعني تعدل اي حاجه في التوقيت. طبعا زي ما انت شايف كده توقيته اللي هو نظام 24 ساعه، يعني ده مش معمول بيه قوي في مصر وفي بعض الدول العربيه، فبتضغط رايت كليك وتختار النظام بتاع ال 12 ساعه، فهو كده حول الوقت لنظام ال 12 ساعه الطبيعي اللي هو الاي ام والبي ام، او صباحا ومساء. ودي قائمه الباور، لما بتيجي تضغط عليها كده تختار اذا كنت عايز تعمل لوج اوت تسجيل خروج او لوج، او تعمل هايبرنيت، او تعمل ريبوت، او تعمل شت داون لجهاز الكمبيوتر. وطبعا القائمه دي بيجيب لك فيها السيستم مونيتور. سيستم مونيتور طبعا رائع، وبيديك امكانيه ان انت يعني تتحكم في السيرفيسز اللي موجوده على السيستم، وتتحكم في البروسيسز بتاعه البرامج اللي شغاله، وتشوف البرامج اللي شغاله مستهلكه قد ايه من موارد الجهاز بتاعك. بس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالتوزيع الجميله دي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا زر جرس التنبيهات للكل، وما تنسوش تتابعوا حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي، هتلاقوا اللينكات موجوده في الديسكربشن. ويا ريت تشاركوني رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي حابين نتعلم ايه سوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.